مساء الخير، معاكم دكتورة سارة نجيب، أخصائي الأطفال وأخصائي التغذية العلاجية. مبسوطين النهاردة معاكم في إيفنت حكاية صحة. هنتكلم عن إزاي الست اللي ولدت تقدر تفقد الوزن بتاعها بعد الولادة، وإزاي إن الرضاعة الطبيعية ما بتأثرش بالسلب، بالعكس بتأثر بالإيجاب جدا، وتساعدنا بطريقة كبيرة جدا إن إحنا نوصل للوزن المثالي أو وزن ما قبل الولادة. كمان ازاي نقدر نعمل البالانس اللي احنا نقدر نحقق المعادله الصحبه ان احنا نرضع وما ناثرش على رضاعه البيبي وعلى صحه الطفل، وفي نفس الوقت نقدر نخس وزننا ونرجع للوزن اللي احنا حابينه. استنونا وخليكم معانا وتابعونا ان شاء الله.